فيدخل حيز تنفيذ قرار الكنيسة المتعلق بخصم يعني رواتب الأسرى وشهداء من عائدات الضرائب. يعني كيف تعلقون على هذا الموضوع وما هي خطواتكم للرد عليه؟ هلا اولا بالنسبه للأسرى والمحررين وعائلاتهم يطمئنوا زي ما حكى الرئيس، حتى لو ظل كرش واحد راح يصرفوا، يعني هم زي الموظفين ككل، يعني مش راح يتاثروا. اللي راح تتاثر طبعا ميزانيه السلطه الوطنيه، لانه الرواتب هذا سنويا تقريبا مليار شيكل هذه اللي احنا بنصرفها.